أرجوزة البيان في طريقة إتقان القرآن. الحمد لله الذي قد أنزل هذا الكتاب محكما مفصلا. الحمد لله الذي قد أنزل هذا الكتاب محكما مفصلا. هو الهدى والنور في كل زمن، والكهف للمؤمن إن خاف الفتن. فهذه طريقة ميسرة للحفظ والإتقان إن تدبرة. عليك أن تخلص لله الصمد، وخذه متعة وإن طال الأمد. واحرص على تحزيبه على السور، وليس بالأجزاء واقتف الأثر. ابدأ من الكهف وأنت نازل، وبعدها للزهروين آمل. والسر في ذاك سهولة السور، وكل جمعة سيسهل الحدر. احفظ على وجه وأنت مستعد، مع ما يليه آية ولا تزد. قبل حفظك استمع لماهري، وبعد الحفظ 40 كرري. وفي غد كرر كذاك 5 حفظا مرتلا وليس همسا. وقبل أن تبدأ درسا يوما، من أول السورة فاربط دوما. وبعد ختم سورة لا تنتقل، حتى تعيدها 5 بلا ملل. وكلما تزداد عندك السور، حافظ عليها فهو مشروع العمر. حتى إذا أتممت فاختم كل شهر، أو زده واستمتع كما قال ابن عمرو. تمت وفي فمي بشوق للسحر، رمز إلى الأصحاب في ربط السور. هذا وصلى الله ما غيث هما على النبي وصحبه وسلم. هذا وصلى الله ما غيث هما على النبي وصحبه وسلم.